بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو وهيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أديس أبابا، وباعثها مستمع يقول مختار أحمد. الأخ مختار له جمع من الأسئلة. سؤال له يقول فيه: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تستخدم الدواء الذي يمنع الحمل كالحبوب أو الإبر أو ما شابه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، فإن تعاطي ما يمنع الحمل فيه تفصيل. إذا كان ذلك لضرورة، لأن قرر الأطباء أن هذه المرأة إذا حملت يكون على حياتها خطر من وجود الحمل، فلا مانع من أن تأخذ ما يمنع الحمل، بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن هذا فيه دفع مضرة متوقعة. أما أخذ ما يمنع الحمل من غير ضرورة وإنما كراهية للحمل، أو تأثرا بدعوة من يقولون بتحديد النسل أو ما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة، فإن هذا لا يجوز. والحمل مطلوب في الإسلام، والإنجاب مطلوب في الإسلام، تكثير الذرية مما يقوي المسلمين ويكثر سواد المسلمين. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزوج الولود، وقال: إني مكاثر بكم يوم القيامة ومكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فلا يجوز تعاطي ما يمنع الحمل بدون ضرورة يقررها ثقات من الأطباء. وأما تعاطي ما يؤخر الحمل ولا يمنعه وإنما يؤخره لفترة، فهذا إذا كان لحاجة، فأن تكون الأم ترضع طفلا وإذا حملت يتضرر الطفل أو تتضرر هي، فلا مانع من أخذ ما يؤجل الحمل لفترة تكون الأم فيها مستعدة لاستقبال الحمل الجديد. وعلى كل حال، فإن الحمل مطلوب شرعا، ولا يجوز أخذ ما يؤثر عليه أو يمنعه إلا لضرورة متحققة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل يجوز للرجل الجنب أن يقرأ القرآن بعد أن يتيمم وأن يصلي لفقد الماء أو للبرد الشديد أو أي عذر من الأعذار؟ جزاكم الله خيرا. الجنب إذا كان لم يقدر على الماء لفقده أو لقلته ولا يكفي لحاجته وللطهارة، أو لمانع يمنعه من استعماله كالمرض أو الجروح التي تمنع من استعمال الماء، ففي هذه الحالة يتيمم ويصلي ويقرأ القرآن، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم من أجل عذر عدم الماء، أو من أجل عذر المرض الذي يمنع من استعماله، أو من أجل قلة الماء عن حاجته وطهارته، فإنه يقدم حاجته ويتيمم بدل الاغتسال أو الوضوء. وكذلك في حالة وجود البرد الشديد الذي يخشى على نفسه من استعمال الماء فيه أيضا يتيمم. أما ما دام ليس هناك عذر شرعي والماء موجود، فإنه يجب عليه أن يستعمله لصلاته ولقراءة القرآن ولكل ما تشترط له الطهارة، ولا يجوز له التيمم لعدم العذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله
امرأة وليمسه بشرته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا من أديس أبابا يقول فيه: هل يجوز جمع الصلاة بغير عذر، وهل يجوز تقديمها أو تأخيرها؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز جمع الصلاة بغير عذر، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات في مواقيت محددة، لا يجوز إخراجها عنها ولا تقديمها عليها. قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. الله سبحانه وتعالى توعد من يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. والسهو عن الصلاة وإضاعتها يعنيان تأخيرها عن وقتها، ويعنيان كذلك الانشغال عنها بالأفكار وأمور الدنيا التي تمنع الخشوع. فعلى كل حال، قضية الوقت من أهم القضايا بالنسبة إلى الصلاة. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وله عمل في النهار لا يقبله في الليل. فلا بد من أداء الصلوات في مواقيتها. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها. أما إذا كان هناك عذر للجمع بين الصلاتين من سفر يبيح القصر، أو مرض يشق على الإنسان كل صلاة في وقتها، فإنه يجوز له الجمع، أو من أجل مطر يبل الثياب أو وحل يجوز له الجمع بين العشاءين لإزالة الحرج، يعني يجمع بين الظهر والعصر للمرض والسفر، ويجمع بين العشاءين لهذين العذرين المطر الذي يبل الثياب والوحل الكثير. وهذا هو الذي جاءت الأدلة به. وأما جمع الصلوات من غير عذر، كان يجمع الصلوات الخمس في وقت واحد كما يفعل بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون بأمور دينهم ويقول: متى فرغت أصلي، أو يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر شرعي، فإن هذه الصلاة لا تصح. الصلاة التي أخرجت عن وقت لا تصح منه، لأن من شرط صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها الذي شرعها الله فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قضية الجمع بين الظهر والعصر قضية وقع فيها حتى بعض أئمة المساجد، فاستباحوا الجمع بين الظهر والعصر حتى ولو كان المطر خفيفا. هل من كلمة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا وقع من بعض الجهال وبعض المستعجلين في الأمور، وقد حصل تنبيه عليه من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء، حصل تنبيه وتحذير من الجمع بين الصلاتين من غير عذر، لأن المطر الخفيف لا يعد عذرا، وكذلك الوحل اليسير الذي لا يتأذى به المارة أيضا لا يعد عذرا، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء للمطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة على الخارجين من بيوتهم إلى المساجد، أو هناك وحل يحول بينهم وبين المسجد يلوث أرجلهم وثيابهم بسبب المطر. وأما الجمع للمطر الخفيف الذي لا يحصل منه أذى أو من غير وحل يحول بين وبين المسجد، فإن هذا الجمع لا يصح، وهو إخراج للصلاة عن وقتها بغير عذر. وما دام كذلك فإن صلاة العشاء التي صلوها مع المغرب لا تصح ويلزم إعادتها. نعم. العشاء والظهر مع العصر، يحفظكم الله. الظهر مع العصر لا يجمع من أجل المطر على قول أكثر أهل العلم. نعم. إنما الكلام في الجمع بين المغرب والعشاء. نعم. إذن التركيز على الجمع بين الظهر والعصر، وهو الذي أثار انتباه الناس حيث فعله بعض الأئمة، جمعوا بين الظهر والعصر، وفي إمكان الناس أن يغدوا ويروحوا بل ويمارسوا أعمالهم. هذا غلط، خطأ، ولم يقل أكثر أهل العلم بجواز الجمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، إنما قال به طائفة يسيرة، وليس عليه دليل صريح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الصلوات تؤدى في مواقيتها ولا تخرج عن مواقيتها من أجل الجمع إلا بدليل صحيح صريح.
نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل جماعة المسجد إذا جمع بهم إمامهم الظهر والعصر عند المطر الخفيف أو عند المطر الذي يمكن فيه ممارسة أعمال الحياة ممارسة عادية؟ الجمع أصله مباح، ليس واجبا ولا سنة، وإنما هو مباح للحاجب. طيب، فإذا كان أحد من أهل المسجد أو أهل المسجد لا يرون عذرا قائما ومسوغا للجمع فإنهم يمتنعون عن الصلاة مع هذا الإمام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى عبر رسالة بعث بها شاب من مكة المكرمة، يقول أبلغ من العمر 23 عاما، يصف نفسه شيخ صالح بأوصاف فيقول: منذ عام وأنا أعيش حياة كلها تشاؤم وقلق وبكاء، وأفكر في الموت وأفكر في عذاب القبر وعذاب الجحيم، ماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا، علما بأني كثيرا ما أذهب إلى الحرم وأعود إلى البيت؟ وجهوني يحفظكم الله. الخوف من الموت والخوف من القبر والخوف من النار ومن أهوال القيامة مطلوب للخوف من ذلك، وتذكر هذا من أجل أن يحمل الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل ويحمل على العمل الصالح والاستعداد. ولكن إذا وصل الأمر إلى التشاؤم وإلى سوء الظن بالله عز وجل والقنوط من رحمة الله فإن هذا وسواس من الشيطان، يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالخوف من هذه الأهوال إنما يكون مع رجاء رحمة الله عز وجل والطمع في مغفرته وعدم القنوط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويجب على المسلم أن يكون متعادلا بين الخوف والرجاء، لا يرجح جانب الخوف ولا يرجح جانب الرجاء، وإنما يكون متوازنا بين الخوف والرجاء، وذلك يحمله على العمل الصالح وعلى حسن الظن بالله عز وجل، فهو يرجو ثواب الله ويخاف من عقاب الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام وبيت زكريا، يقول سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وفي الآية الأخرى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ويقول سبحانه وتعالى عن أنبيائه، يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالجمع بين الخوف والرجاء هو طريق أهل السنة والجماعة. أما الذين أخذوا جانبا فقط، الذين أخذوا جانب الرجاء فقط، فهؤلاء يقال لهم مرجئة، وهم فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة. والذين أخذوا جانب الخوف فقط، هؤلاء هم الخوارج، ويقال لهم الوعيدية، وهم فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعات كذلك. أما أهل السنة والجماعة فهم جمعوا بين الخوف والرجاء، وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها المستمع عبد الكريم بوطرميخ. الأخ عبد الكريم يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: لقد سبق وأن أكلت يومين من رمضان عمدا، وهذا منذ مدة طويلة، حيث كنت لا أدري حقوق الله علي، لا صلاة ولا ذكر ولا أكاد أعرف شيئا عن الإسلام، واليوم والحمد لله أعلنت توبتي أمام الله وندمت على ما فات وتحسرت لذلك، فما قولكم أنتم يحفظكم الله في ذلكم واليومين؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إلى الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك سائر المسلمين على الحق. وأما عن اليومين الذين أفطرتهما يجب عليك قضاؤهما، تقضيهما وتطعم عن كل يوم منهما مسكينا عن تأخيرهما إلى ذلك الوقت، ونسأل الله لنا ولك القبول والمغفرة يا الله. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم النظر
إلى الفتاة الأجنبية بحجة البحث عن فتاة صالحة، وهذا بقصد الزواج، وما حكم التعلق بها كما يقول من غير خلوة أي في أماكن معمورة؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، لا يجوز النظر إلى امرأة لا تحل له بحجة أنه ليرى هل هي تصلح له أو لا تصلح، وإنما الرخصة وردت في حق من خطب فتاة، من خطب امرأة وأجيب إلى التزوج بها رضيته ورضيه وليها، فلا مانع أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها، لأن ينظر وجهها وكفيها من غير خلوة بحضور محرمه. أما أن يتابع النساء وينظر فيهن بحجة أنه يريد أن يعرف التي تصلح له فيتقدم ليخطبها، الأمر في هذا لا يجوز، لأن الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، وإنما الرخصة وردت في من خطب وأجيب إلى خطبته ولم يبقى إلا العقد، فلا مانع أن ينظر إلى ما يراقبه فيها بحضرة وليها، نعم، غير خلو. جزاكم الله خيرا. من اليمن رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول أخوكم في الله حامد سالم من اليمن يسأل ويقول: هناك أحد الشباب في لسانه ثقل، إذا قرأ القرآن الكريم تختفي بعض الكلمات أو لا تكاد تفهم، هل يكون آثما والحال ما ذكر؟ لا يكون آثما إذا كان هذا بغير اختياره، إذا كان هذا بغير اختياره خلل في لسانه فإنه لا يكون آثما، وإنما الإثم على من كان يستطيع إظهار الحروف والإتيان بها، فإنه يجب عليه أن يقرأ القرآن قراءة مناسبة، أن يقرأه جيدا ومع الاتيان بالحروف وقواعد التجويد وحسن الأداء حسب الإمكان وحسب الاستطاعة، تحسين الصوت، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يجب الاهتمام به، ولا سيما إجادة القراءة وعدم إسقاط شيء من الحروف، عدم اللحن في القرآن، ولا سيما اللحن الذي يحيل المعنى، إنه يجب على المسلم أن يتعلم القراءة الصحيحة مهما أمكنه ذلك. أما إذا كان في لسانه خلل لا يستطيع معه إظهار بعض الحروف، الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة أو الأخوات، المهم السؤال، يقول: هناك أخت لها 15 سنة لا تستطيع الوضوء، هل يجوز أن تصلي من غير وضوء أم كيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تستطيع الوضوء لمانع يمنعها من ذلك فإنها تتيمم بالتراب. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ذكر سبحانه وتعالى من جملة المسورات للتيمم المرض. فإذا كانت لا تستطيع الوضوء أو الاغتسال لمرض يمنعها من ذلك فإنها تتيمم بالتراب الطهور، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعين.